اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني والفار. يلا بسرعه كده نروح ونستعرض الحالات التحكيميه اللي كانت الهامه في الاسبوع الاول من الدوري العام. مع كابتن سمير اتفضل. نبتدي يا كابتن احمد باول مباراه، مباراه الجيش والجونه اللي خلصت 1-1، وكان عندنا حالتين، ادار مباراه محمد سلامه وكان مساعد تامر رشاد واحمد عبد الغني، والحكم الرابع سلامه محمد سالم متعب، وحكام الفيديو كان مصطفى مدحت واحمد حمدي. هنشوف حالا دلوقتي اهم الحالات الجدليه في المباراه. كان عندنا يا كابتن احمد الحاله الاولى في مطالبة بركلة جزاء لصالح فريق الجيش بسبب في لمسة يد. أما نشوف يا كابتن أحمد، فعلا احنا هنلاقي هنا فعلا في لمسة يد، لعيب الجيش فعلا بيقول في لمسة يد، بس هل لمسة اليد دي تم احتساب عليها خطأ ولا لا؟ حكم المباراة هنا كان كمل استكمال اللعب، وبعد كده حكم الفيديو نداه عشان يشوف معاه الكرة، فضل في حوار خد فترة طويلة يحسبها ولا لا. بس لما نيجي نبص لها يا كابتن احمد، طبعا هنا ايد مدافع فريق الجونه في جسمه، وبالتالي طبعا لا يتم احتساب ركله جزاء ولا على خطا على المدافع، وكان قرار استمرار لعب هو القرار السليم والتقدير السليم من حكم المباراه، وكان معاه حكم فيديو. دي كانت اهم اول حاله تحكيميه كان فيها جدل. نشوف الحاله الثانيه يا كابتن احمد، ناكد عليها طبعا. اتفضل. استمرار اللعب تمام، قرار صحيح، بس الوقت طويل يا كابتن احمد هو بين يعني ما التدريب، خلي بالك مع الوقت هتلاقي يبقى في اسرع، لكن لا تحتسب لمسه يد لوجود اليد في الوضع الطبيعي. تمام. اللي بعدها طبعا برضو مطالبه فريق الجيش بلمسه يد وركله جزاء اخرى، هنشوف ركله جزاء ولا لا. اما نلعب هتلاقي برضو فعلا الكره جت في ايد مدافع الجونه، هل فيها يتم المعاقبه عليها ولا لا؟ حكم المباراه امر باستمرار اللعب، بس حكم الفيديو هنا نداء قال له تعالى شوفها تاني. برضو قعدنا فتره طويله نشوف اللعبه بقى تتحسب ولا لا. بصوا يا جماعه، عشان دي طبعا احنا في بدايه الاسابيع، زي ما احنا شايفين الساده المشاهدين والحكام بيتفرجوا، هنا ايد مدافع نادي الجونه مكبره الجسم، مكبره كابتن احمد، ايد كبرت الجسم مفيش اجتهاد، خلاص يبقى لازم كان في معاقبه لمدافع فريق الجونه واحتساب ركله جزاء. وللاسف هنا بعد خروج الحكم اما شافها مع الفيديو وعملوا فيه حوار مع بعضهم لم يتم احتساب ركله جزاء، وهنا كان في ركله جزاء لصالح فريق الجيش لم تحتسب. طبعا القرار مظبوط مفيش كلام، اللي انت قلته واللي احنا وانا بايدك فيه، لان الايد مش في الوضع الطبيعي، وهنا اصبح في اعتبارين اثنين لاحتساب لمسه اليد عشان الساده المشاهدين يعرفوا، اولا ان الايد تتحرك للعب الكره او بتكون بتكبر الجسم.